Hallo, mein Schüler, ich bin Schülerin, wir sprechen heute über die Lektion Nummer 2, Konvergierende Hause. Also, dann kommen wir bei dem Ders الثاني. Wir haben den Ders الثاني. Wir haben den Ders يقول لك Konvergierende Hause. تعالى احنا رايحين الى المنزل. الجزء الديالوجي كمل الديالوجات دي، تمام؟ انت عندك 8 ديالوجات، تمام؟ لازم تحفظهم كويس جدا. نمرة 1 الديالوج الاولاني. ادي الاجابات اللي هتجيلك من فوق. ظرف ايش مش بيلين؟ هل مسموح لي نلعب معاكم؟ هلو بابي ده زيت تسيلو. راح بيكلم بابا فبيقول مرحبا بابا، ناس تسيلو بيعرفه على صديقه. طبعا احنا بنفهم من تحت نشوف الديالوج. نوما بيكلم نوما بي. كم شخص بيتكلم؟ او بي. طيب اللي هو الاب بيكلم الاولاد الاطفال يعني. هلو كيندر، مرحبا يا اطفال، بيرحب بيهم. نوما بي. هلو بابي ده زيت تسيلو. مرحبا بابا ده زيت تسيلو. ده صديقي تسيلو. نوما فاسمخت ايه دين ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ الاب بيسال. نوما بي قالوا بيريش بيلي ديتس بلوجاي. احنا بنلعب لعبه الكراسي المتحركه. نوما قالوا ده في ايش ميتش بيلي؟ الاب بقى بيسال ده في ايش ميتش بيلي؟ هل مسموح لنا نلعب معاكم؟ نوما بي قالوا يا بريما. طبعا بالطبع. اوكي ديالوج نوما 5 اللي جابت فوق نا بوت يعني اوكي. كوم بيريش بيلي ليجو. تعالى احنا بنلعب المكعبات. تالت اجابه اخر 9 لا. ادي الديالوج الاحمر اللي احنا هنشوفه ده اللي هو الاجابات اللي هو في الامتحان هيحط لك مكانه سايب لك مكانه فراغ عشان تختار من فوق. اوكي لازم نحفظ درجاته كويس جدا. نوما نوما بي كم شخص بيتكلم؟ شخصين. نوما قال له كوم فيرج سبيلين ليجو. تعالى احنا هنلعب لعبه ايه؟ مكعبات. نوما بي قال له اخ ناين لا. نوما ساله سؤال قال له باس مش تسدو دينش بيلي. انت عايز تلعب ايه طيب؟ ماذا تريد ان تلعب؟ باس يعني ماذا؟ مشتس فعل مشت يريد، تمام؟ دو انت ماذا تريد انت تلعب؟ شبيلين جاي في الاخر ليه؟ ليه بقى؟ عشان مشتس ده من الافعال اللي بيجي في الاخر معاها فعل في مصدر ما يتصرفش، تمام؟ يبقى فاس مشت دو ديني شبيلين. انت عايز تلعب ايه؟ هما بيقال له فورفلين. عايز يلعب الظهر يبقى هو ما كانش عايز يلعب مكعبات، عايز يلعب ايه؟ فورفلين ظهر. نوما قال ناجود اوكي. ديالوج نوما 7 المود غاي. بوغنر فيربس دو. بوغنر فيربس دو ده اسم فيربس دو من مين انت؟ تسيلو. الاجابه الثانيه تسيلو استماي فور تسيلو ده صديقي. الاجابه الثالثه تاسيس تسيلو ده تسيلو. ادي الديالوج اللي عندنا نوما ا ونوما بي نوما سي. وكم شخص بيتكلم؟ ثلاثه. اول شخصيه اللي هي نوما ا هلو مامي ده الابن بيكلم مامته بيقول لها هلو مامي بيرحب مامته. ده زيز تسيلو بيقول لها هلو مامي ده زيز تسيلو ده صديقي ايه تسيلو. نوما بي اللي هو الصديق بقى اللي هو تسيلو نفسه بيقول لها جوت انت نهارك سعيد فراو كذا، تمام؟ عايز يقول فراو كذا وكان بيقول لسه هيقول اسم تاني راح هي قاطعينه وقالت له نوما تسيل اللي هي الام بقى قالت له بوجنا يعني اسمها بوجنا فراو بوجنا. فيربس دو مين انت؟ نوما بي اللي هو الصديق بقى صديق ابنها قال لها تسيلو. نوما تسيلو استماين فغاين اللي هو الابن بيرد على مامته بيقول لها تسيلو ده صديقي. سيلو استماين فغاين. نوما تسي قالت له اها انا كومت ماراي قالت له اوكي تمام. نوما نوما بي نوما تسي نعيد ديالوج مع بعض. نوما هلو مامي ده زي تسيلو. نوما بي جوتن تاك فراو كذا جه يقول الاسم وزي ما قلنا هيقول الاسم غلط. نوما تسي بوجنر فيربس دو نوما بي تسيلو. نوما آ تسيلو استماين فوغوين. نوما تسي أها نا كومت مارا. ديالوج نوما فير فاندي مساكة أو جري باس دين ماذا؟ الديالوج اللي عندنا نوما آ نوما بي آ بي يبقى كم شخص بيتكلم؟ شخصين. دايما نكمل الديالوج للآخر ونعرف كم شخص بيتكلم عشان نعرف نعمل مع الديالوج صح. نوما آ بيسال نوما بيكلم نوما بي بيقول له كوم في شبيلي تعالى احنا بنلعب. راح نوما بي قال له باس دين ماذا يعني بتلعبوا ايه؟ نوما قال له فوز بال كرة القدم. نوما بي قال له اخ ناين لا. نوما راح غيروا اللعبة عايز يقول لعبة تانية فريش تيكن بنلعب فريش تيكن مش تغماية. نوما بي قال له اخ ناين لا برضه. نوما قال له طب فاندي نجري طيب قال له ايه ان اوكي تمام. قال له نوما فومف ناين ادي الاجابتين ناين ايش هابي كاين لوست لا انا ما عنديش رغبه في كده. سال سؤال الناحيه الثانيه المفروض يسال سؤال
انا المفروض هتحط في الاجابه تحت must do must do match film هل تريد ان تلعب ادي الديالوج اللي عندنا نوم ا بي ا بي بقى كم شخص بيتكلم شخصين نوم ا سال سؤال قال له بس ماخت ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا ده يعني هنا تمام نوم ا بي قال له في شبيني بينجو احنا بنلعب لعبه اسمها بينجو نوم ا مش دو ميتش بيل هل تريد ان تلعب معنا نوم ا بي قال له ميتش بيل العب معاكم ايش انا قال له اكيد راح قال له لا رد عليه قال له ناين مش هابي كاين لوز لا انا ما عنديش رغبه ان العب بينجو بيتريق بقى عليه نوم ا بي قال له زوين كواتش كلام فارغ تمام ايه الديالوج مع بعض نوم ا فونف نوم ا فاس ماخت اير دين دا نوم ا بي بي شبيلين بينجو نوم ا موشتست دو ميت شبيلين نوم ا بي ميت شبيلين ايش ناين ايش هابي كاين لوز بينجو زوين كواتش ديالوج نوم 6 فورفلين ظهر هلو ايرتس باي مرحبا بكم انتوا الاثنين مش تستدوم تشبيلين هل تريد ان تلعب معنا؟ ادي الديالوج اللي عندنا نوم ا نوم بي ا بي ا بي ا طب كم شخص بيتكلم شخصين؟ نوم ا بيتكلم مع نوم بي فقال له هلو ايرتس باي مرحبا بكم انتوا الاثنين نوم بي تسيلو لازست ماينيش بيستر اور ليك بقى نوم بي بيرد على تعال نوم ا قال له تسيلو لازست ماينيش بيستر اور ليك ايه تسيلو دي اختي اسمها اور ليك نوم ا قال له مش تدو ميتش بيلين هل تريد ان تلعب معنا؟ نوم بي قال له باس دين ماذا؟ نوم قال له فورفلين نوم بي قال له اويا ايش مش تبينجو شبيلين يعني بيقول له اويا يعني اوكي انا موافق موافق على انه العب ايه؟ الظهر قال له لا لعبه ثانيه ايش مش تبينجو شبيلين بس انا عايز العب ايه؟ بينجو نوم ا راح محتار بقى قال له يعني بينجو بتشبيلين هلعب بينجو مع الفورفلين مع الظهر حاجه عندي اسمها اوكي؟ يعني تاني ديالوج نوم ا هلو ايرتس باي نوم بي تسيلو ذا زيست ماين ايش بيستر اور لي دي اختي اور لي نوم ا مش تست دو ميت سبيلين نوم بي باس دين نوم ا فورفلين نوم بي اويا ايش مش تبينجو سبيلين نوم ا بينجو ميت فورفلين ديالوج نوم 7 ديالوج رقم 7 از ذا مارتن هل ذا مارتن الاجابه الثانيه 9 فالش لا الديالوج اللي عندنا نوم ا وبي ا بي ا طب كم شخص بيتكلم شخصين نوم ا بيرس داز مين ده غاتك مال قال له خمن يعني نوم ا بيسال سؤال وبعد كده بيقول له نوم بي خمن برضه بيرس داز مين ده خمن انت بقى غاتك مال نوم بي قال له توبياس نوم ا قال له ناين فالش توبياس ده اسم شخص نوم ا قال له ناين فالش بيرد عليه بيقول له لا غلط نوم بي قال له طب ده مارتن اس داز مارتن هل ده مارتن نوم ا قال له يا بيشتش نعم صحيح انت لوج مع بعض نوم زيبن ا بيكلم بي بيقول له فيرست داز غادت مال نوم بي توبياس نوم ا ناين فالش نوم بي اس داز مارتن نوم ا يا بيشتش اخر ديالوج عندنا نوم ا رقم 8 فيرست داغان اول اجابه عندنا مين التاني ماي بغودة اخر اون ذا ايرث دوف وهو جاب تمام دي الاجابات اللي عندنا المفروض هنحطها تحت اللي هي مكان الاحمر نوم ا بيكلم نوم بي ا بي ا بي ا يبقى كم شخص بيتكلم شخصين نوم ا فيرس داس دين من هذا نوم بي راح رد عليه قال له ماي بغودة اخي نوم ا قال له هايست كلاوس قال له هو اسمه كلاوس نوم بي قال له اون ذا ايرث دوف هو غبي يعني هو بيقول له اسمه كلاوس نوم بي قال له اون ذا ايرث دوف قال له اسمه كلاوس بس برضه غبي هو كده يعني هو بيتكلم مع صاحبه يقول له كده بيتكلم معاه ويقول له كده نوم ا قال له فير في ارت است اردن كم عمره؟ قال له فيرت سين يا غالت 14 سنه فيرت سين نوم ا قال له لو لو سبايتر فيرست غان طب كمل كمل فيرس داغان مين التاني؟ يعني الديالوج ده مع بعض. نوم ا فيرس داس دين نوم بي ماين بغودا نوم ا اير هايست كلاوس نوم بي اون ذا ايرث توب نوم ا في الت ايست اير دين نوم بي فير تين نوم ا اها نوز فايتا فيرس داغان اوكي؟ داز ايست اليس. فيلن دانك فور ماين شولر اند ماين شولر. تشوس.